يحيا أطفال الاحتياجات الخاصة بجيجل يومهم الوطني بعدة نشاطات ثقافية احتضنها مسرح دار الثقافة محمد صديق، متحدين بذلك إعاقتهم ومبهرين الحضور بأروع المسرحيات التي تفننوا في تمثيلها. ما زال عندهم أمل وقادرين يقدموا حوايج بزاف، راكم تشوفوا الحوايج اللي قدموهم، أطفال عاديين ما يقدروش يقوموا بهم. الأطفال رغم الإعاقة تاعهم قدروا يجسدوا لنا مسرحية، عندهم إعاقة سمعية متفاوتة. مر 17 ثقافة فرح إشارات. حتى شقيقة فلسطين كانت حاضرة بقوة في هذا الحفل بفضل براعم أطفال التوحد الذين أبدعوا ولأول مرة فوق المسرح. أطفال توحد هم زهرة في كل بيت، مهما كان الشكاء وكما نقولوا التعب لازمنا نجتهدوا ونخدموا معهم، وإحنا في خدمة الطفل والطفولة إن شاء الله. هو يومهم الوطني وعيدهم الذي أرادوا من خلاله إيصال رسالة قوية مفادها أنه لا يوجد شخص معاق، بل يوجد مجتمع معيق.